هذا ويواصل المصريون في الخارج الإدلاء بأصواتهم لليوم الثاني في الانتخابات الرئاسية في مقار السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بأنحاء العالم بحسب التوقيت المحلي لكل دولة. ففي الكويت يواصل المصريون التوافد على مقار اللجان الفرعية للإدلاء بأصواتهم، حيث تم التأكيد على وجود كافة التسهيلات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية في ثاني يوم من أعمال التصويت وإزالة أي معوقات أمام الناخبين. في إقبال شديد على هذه الانتخابات، والكل فرحان، وكلهم جايين يقولون مصر تستاهل، وتحيا مصر وتحيا مصر. تنظيم رائع، سعادة السفير متواجد منذ الصباح الباكر، كل يعني الهيئة الإدارية وكل الموجودين في القنصلية كلهم 41 لجنة. عملية الانتخاب لا تستغرق أقل من دقيقتين، الكل طالع وهو فرحان، يقولون انتخابات منظمة، انتخابات يعني يجب أن نرد فيها الجميل لمصر ولرئيس مصر، ولنثبت للعالم أجمع أن مصر هي الديمقراطية الحقيقية، وليس من يعني وليس فرضت علينا، ولكن ديمقراطية حقيقية نابعة من شعب أصيل